نفس الشيء في صناعة الصابون. نعم. في صناعة الصابون بيدخل مواد دهنية هي عبارة عن نخاع من الأبقار الميتة، عظام البقر، هي تتحول لا تبقى على طبيعتها، فهل تحولها يفيد يجيز؟ هذا ما كان جرى حديث بين الوالد عنه ما ذكر، ما سمعته أنه كان يرى أنه لا يجوز، فبعدين ذكرت له أن المسألة تحتاج إلى دراسة، إن كانت الشحوم المحرمة بالخلط هذا تحتفظ بعينيتها فهي محرمة.